دون التأكيد على بعض التدخلات الأساسية والتي لا ينبغي الإغفال عنها، ومن ضمنها الحرص على تأمين الطرق الرئيسية للمملكة. ثانيا تشكيل خلية على مستوى الكتابة العامة لتتبع تزويد كل مناطق الإقليم بالمواد الأساسية. ثالثا إعطاء الأولوية للمحاور الطرقية الرئيسية. رابعا تجنيد طرق التدخل السريع للاستجابة لبعض الحالات المستعجلة. وأخيرا القيام بعمليات فك العزلة تدريجيا عن الدواوير والمناطق المعزولة، علما أن الدولة والجماعات الترابية تجنيد كل طاقاتها وإمكانياتها إلى الغرب. الحمام، الخباب، أي تعدلي، كروشن، سيدي حياة أبو سعد، تير سليم، أي تعب. Thank you.